هذا سائل يقول: هل من قال أن عابد القبر يعذر بالجهل يعد مرجئا بإطلاق؟ أي نعم، هذا هو المرجي اللي يقول لا تكثروا، لأنه ربما اتخذ الصنم قدامه يصلي إليه سترة، اتخذه سترة، سبحان الله، يصلي عند صنم ويتوجه إليه، تقول هذا لا تكفروا لأنه يمكن اتخذوه سترة، يعني ما وجد سترة إلا الصنم، إيش الكلام هذا؟ نعم، أحسن الله إليكم فضيلة. ثم السترة سنة، ما هي بلازمة السترة، السترة سنة. نعم.